بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. وقفات مع آيات الصيام. الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ دكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حيا الله وفضيلته وأهلا وسهلا به. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، كنا بدأنا معكم في وقفات مع قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، وقد بينتم وفقكم الله شهر قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ونبدأ في هذه الحلقة مع ختام هذه أو مفتتح هذه الآية في قول الله تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى. ما المعنى وما الفرق بين قوله هدى للناس وبينات للهدى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قوله تعالى هدى للناس بينات من الهدى والفرقان، هذا يرجع إلى القرآن الكريم، أن الله أنزله لأجل هداية الناس، لأجل هداية الناس. والهداية معناها الدلالة والإرشاد إلى طريق الخير والنهي عن طريق الشر. فالقرآن كذلك، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. فالقرآن هدى للناس، بمعنى أنه يبين للناس طريق الخير لأجل أن يسلكوه، ويبين لهم طريق الشر من أجل أن يجتنبوه. فهو هدى لعموم الناس، هدى دلالة وإرشاد. وإن كان هدى للمتقين خاصة كما في أول السورة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لأن المتقين هم الذين يعملون به فينتفعون بهدايته. وأما غيرهم من الكفار والمشركين والمنافقين فإنه هدى لهم، بمعنى أنه بين لهم الطريق وأرشدهم، وهو حجة عليهم. وأما المتقون فإنه يكون حجة لهم عند الله سبحانه وتعالى. وبينات من الهدى والفرقان، هذا وصف آخر، أنه القرآن بينات أي دلالات واضحة من الهدى وهو الإرشاد، والفرقان بين الحق والباطل، فهو يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والكفر والإيمان والشرك والتوحيد والخير والشر. فهو فرقان، بمعنى أنه يفرق بين الحق والباطل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. حدثونا وفقكم الله عن فضل هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، وشدة حاجة الأمة أفرادا وجماعات بالرجوع إليه وتحكيمه في الأمر كله، لا سيما أن نجد جماعات كثيرة في العالم الإسلامي لها ما لها من التوجهات وكلها مسلمة. حاجة هذه الجماعات والأفراد أيضا لهذا الكتاب العظيم فضيلة الشيخ. لا شك أن القرآن الكريم هو أعظم نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة المحمدية، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي بين لهم فيه ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وحذرهم فيه عما يضرهم في أمور دينهم ودنياهم، وهو مشتمل على كل ما يحتاج إليه البشر في حياتهم الدنيوية وبعد مماتهم، حافل بكل خير لما أودعه الله فيه من الأسرار والأحكام والحجج والبينات والأخبار الصادقة. فهو كتاب
يشتمل على توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة والنهي عن عبادة ما سواه، وهذا هو الأساس الذي قام عليه الإسلام والدين، ومشتمل كذلك على الأخبار والقصص والأمثال التي فيها معرفة ما يكون لأهل الحق من الثواب والخير عند الله عاجلا وآجلا، وما يكون لأهل الإجرام من العقوبات والمثلات عاجلا وآجلا. وكذلك فيه الأحكام الشرعية من بيان الحلال والحرام والطيب والخبيث من المطاعم والمشارب والملابس وغير ذلك، فيه هداية القلوب وهداية العقول إلى ما فيه الخير. فالقرآن مشتمل على كل خير ومحذر عن كل شر، وجاء في الحديث: من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. هو الجد ليس بالهزل، وهو حبل الله المتين، الصراط المستقيم، والذكر الحكيم، من حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وهو حجة الله سبحانه وتعالى على عباده، وهو المعجزة الباقية لرسوله صلى الله عليه وسلم الدالة على صدق الرسالة، كما قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سور مثله، فأتوا قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهو الحجة الباقية الخالدة لصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا حجة للمسلم عند الله إذا استقام عليه، وحجة على الكافر المعاند لله عليه يوم القيامة. فالقرآن حجة لك أو عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هدى وبيان ونور، سماه الله نورا، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سماه الله روحا وسماه نورا كما قال تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وهو الذكر، وهو الكتاب، وهو المهيمن على ما سبقه من الكتب، والحاكم عليها والمبين لما فيها وما دخل عليها من التحريف والتبديل والتغيير. فهو كتاب عظيم قائم لهداية البشرية ورد الضلالات والتحريفات التي ارتكبها أهل الكتاب مع كتبهم، وهو حجة الله على عباده كما قال النبي صلى الله عليه كما قال الله جل وعلا لنبيه: ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلته فضيلة الشيخ. أيضا يمكن أن يقال هنا: ماذا يلزم حملة أهل القرآن الكريم وقد بيّن الله عز وجل أنه هدى للناس، وأيضا وصيتكم فضيلة الشيخ لأهل الخير والدعوة في هذا المقام؟ لا شك أن حملة القرآن يجب عليهم أن يعملوا بهذا القرآن، يكونوا أول عامل به، يكونوا قدوة لغيرهم. قال الله سبحانه لبني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فيجب على من يتلو هذا الكتاب ويحفظه ويقرأه أن يتخلق بأخلاقه، وأن يعمل بأحكامه، وأن يمتثله في نفسه أولا قبل غيره، ثم يدعو الناس إليه، يدعو الناس إلى العمل، يدعو الناس إلى تعلم هذا القرآن، يدعوهم إلى العمل بهذا القرآن. لأن القرآن ما أنزل لمجرد التلاوة وترديد الأصوات والنغمات،
وتجويد القراءات فقط، وإنما أنزله للعمل به والتدبر لمعانيه، كما قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال سبحانه وتعالى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالواجب تدبر القرآن لمعرفة أسراره ومعانيه وأحكامه، ثم العمل به، ثم الدعوة، دعوة الناس إليه وإبلاغ الناس هذا القرآن الكريم. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا في هذه الآية قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فضيلة الشيخ، بما تشعر كلمة شهد هنا؟ شهد معناها حضر. نعم. فمن حضر في هذا الشهر، يعني يكون غير مسافر، فليصمه. فإذا المسلم وافى شهر رمضان وهو مقيم وصحيح، إنه يجب عليه الصيام، يجب عليه الصيام بثبوت هلال رمضان، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا حتى تروا الهلال. وقال عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فمن شهد الشهر، يعني دخل عليه الشهر ورأى هلاله، أو ثبت لديه دخول الشهر بشهادة العدل أو العدول عند الحاكم، فإنه يجب الصيام على الجميع، على كل من شهد وحضر من المسلمين، إلا أن يكون له عذر من مرض أو سفر. الله جل وعلا يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمعنى شهد يعني حضر، بشرط أن يكون صحيحا ومقيما. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ونفع بما قلتم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فشكر الله لفضيلته وجزاه عنا وعن الإسلام خيرا. وإلى أن نلقاكم مستمعين الكرام في لقاء مقبل، تقبلوا تحية زميلنا فهد العثمان الذي سجلها لكم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.